يا اهلا باصدقائي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويس. بصوا بقى يا جماعه، الفيديو ده اصلا المفروض كان ينزل امبارح، بس للاسف للاسف انا كان عندي امتحان امبارح. بصراحه ما كانش الطف حاجه بجد. زي ما قريتوا في العنوان، الفيديو بقى بتاع النهارده منتجات رخيصه بس خطيره تحت ال 100 جنيه. بجد جمعت لكم الجزء الثاني من المنتجات الرخيصه. بما ان الجزء الاول عجبكم، فانا قلت ليه يا ساندي ما تعمل لهمش جزء تاني. فعشان خاطر تفاعلكم الحلو قوي ده على الجزء الاول، فانا حابه ان انا اشير معاكم الجزء التاني. فطبعا من غير رغي كتير، انا ليا طلب بس صغير بامانه، هو صغير بجد. انا عايزه اي حد بيتفرج على الفيديو ده يروح هناك يتابعني على الانستجرام، اللينك تحت في الديسكربشن بوكس، وهسيبولكم كمان في اول تعليق لاي حد مش عارف ايه هو الديسكربشن، وبقى تنزلوا تعملوا لايك للفيديو ده والشير للقناه عشان نكبر، واتمنى نوصل قبل السنه دي ما تخلص كده لرقم في بالي هموت ونوصل له. وتابعوا الفيديو ده للاخر، لان في منتج ب 30 جنيه بس بامانه معفن. خلينا نبدا كده باول حاجه، وهي ازازه الزيت. البراند دي اسمها بايو باك، زي ما انتم شايفين كده. بصوا دي الباكج كده بتاعتهم، حرفيا هي الباكج بصراحه حلوه قوي. الزيت ده فيه 7 زيوت في بعض، او عامه الازازه دي فيها 7 زيوت في بعض. فيها زيت جوز الهند، زيت اللوز الحلو، زيت حبه البركه، فيتامين اي، فيها زيت بذور العنب، وزيت الزيتون. بجد من احلى الحاجات اللي انا جربتها. طيب سعرها كام دي يا ساندي؟ سعرها تقريبا في حدود ال 200 جنيه وليا ديسكاونت كود هيديكوا خصم 10%. طيب الزيت ده بقى بيعمل ايه بقى يا ساندي، او مميزاته ايه؟ اول حاجه ان الزيت ده خفيف جدا. بصوا بقى الزيت ده احلى حاجه فيه، شايفين قوامه عامل خفيف، ميه، عامل زي الميه. فدي احلى حاجه في الصيف، ان احنا نستخدم زيوت ترطب الشعر وتتقل شعرنا وترطب شعرنا، بس ما يكونش بيعمل تلزيق. ودي احلى حاجه ان بايو باك بيشتغلوا عليها، هي القوام الخفيف والحاجات الطبيعيه، وغير كده ان هم خالي من الكحول، خالي من السلفيت، وخالي من البارابين. حجمه كبير، الباكج حلوه، اسعارهم تحفه. طيب تاني حاجه عند باي باك هي الهير برفيوم للشعر. لو انت عايزه ميست للشعر او برفيوم للشعر، بصوا بقى بنستخدم برفيوم للشعر دي امتى؟ لما انت مثلا تيجي من كام يوم تكوني غاسله شعرك، ويجي وسط الاسبوع شعرك يبوظ، او شعرك يهيش، او يبقى في ريحه كده مش الطف حاجه، وانت مش حابه تغسليه لان انت اوريدي بتكوني لسه غسلاه، فتقدري تستخدمي البرفيوم بتاعة الشعر. اول حاجه البرفيوم بتاعة بايو باك برده خالي من الكحول ومن السلفيت والبارابين. حجم الازازه منهم 100 مللي، سعرها من 115 ل 120، وده بريحه، بصوا ده ريحه الفواكه، بصوا ده دي شكله كده، ومعايا ريحه الورد ده اهو كده، ومعايا بجوز الهند. بجد التلاته ريحتهم احلى من بعض، وغير كده ان هما بيحتوي على الفيتامين اي والبنسينول والجليسرين، يعني ترطيبهم. لو انت عايزه شاور جل ب 20 جنيه يقضي الغرض وينظف الجسم ويرطب الجسم، وريحته بجد تحفه، وبجد بامانه ب 20 جنيه ومحدش بيتكلم عنه ومعرفش ليه، وهو الشاور جل بتاع كيران دمور. بصوا التحفه ده، بصوا الباكج اصلا عامله ازاي، بصوا شايفين الازازه شكلها، بصوا تحفه ازاي. اللي معايا ده بريحه التوت، بصوا تحفه تحفه. الحجم ده 280 مللي وب 20 جنيه، انتوا متخيلين؟ انا طلبت منه كمان اللي هو بالبطيخه، بوريه لكم لما يجي، بجد تحفه. نقطه منه بترغي، انا ما كنتش بصراحه اتوقع منه ده، كنت فاكره ان انا هحط منه كميه كبيره، بس حطيت منه نقطه فعلا صغيره، رغت بطريقه مش طبيعيه. بس هتلاقوه اكتر في الهايبر او السوبر ماركت الحاجات دي. الشاور جيل ده كير اند مور ب 20 جنيه، وده كده شكله لاي حد عايز ياخده سكرين اهو. برضو من الحاجات الرخيصة وهتقعد معاكي كتير، هي سعرها ب 110 جنيه كده، لحد دلوقتي لسه سعرها ما زادش، فنلحق ونجيب. هي الشفرات بتاعت فلامينجو، التلات شفرات الأصلية. أول حاجة فيها تلات شفرات، الشفرة الواحدة ممكن تقعد معاكي 6 شهور أو أكتر لو أنت استخداماتك مش كتير. يعني أنا مثلا ممكن أعملها فين وفين، مش بعمل مثلا كل شهر، لا أنا بعمل فين وفين، بس تحفة، بتطلع كل الجلد الميت، وانا وريتكم ازاي بنعمل شيفنج صح، وبتطلع كمان كل الشعر الوبري. بجد يا جماعه بتخلي ملمس الوش في حته تانية، ناعم، لما تيجي تحطي ميك اب بيبقى حلو، وبجد من احلى الحاجات اللي انا جربتها. واخيرا جبت الغسول بتاع شان، اخيرا يا جدعان، بجد كنت هموت واجربه. بصوا ده كده شكله اهو، ده
اول حاجه انا كنت جايباه هو سعره ب 120 جنيه، مكتوب هنا سعره 120 جنيه، بس كان في عرض كده جبته ب 100 جنيه. اول حاجه ان اللي عجبني فيها، على فكره لسه جايباه واستخدمته بالظبط 3 مرات، هوديكوا اول انطباع عن الغسول ده. بصوا بقى، اولا هو حجمه كبير جدا، حجمه 250 مللي، سعره من 120، حلو جدا. اول حاجه قوامه جل، قوامه خفيف، بيرغي حلو قوي، بينظف البشره حلو جدا، بيخلي المسام نظيفه وبيخلي البشره نظيفه بطريقه مش طبيعيه. وغير كده ان هو بيتميز بحاجه حلوه قوي، لو انت بعد ما بتغسلي وشك وقعدتي شويه من غير ما ترطبي وشك، هو بيرطب الوش. يعني انت متخيلين، يعني انت ممكن بعد ده ما تستخدميش مرطب، بس احنا بنحب نرطب زياده. بجد من احلى الحاجات اللي انا جربتها، ودي كده اول انطباع عن الغسول ده بجد. بس لما استخدمه اكتر هبقول لكم كل حاجه عنه، ومناسب لكل انواع البشره، لان عامه حاجات شانجل من الحاجات اللي هي الطبيه اللي ما فيهاش اي كحولات، ما فيهاش اي روائح. نيجي لأسوأ حاجه دفعت فيها 30 جنيه بامانه، دفعت فيها 30 جنيه وما تستاهل، وهي دي سكراب وليب بالم. سكراب وليب بالم عامة، وده كده شكلها البراند بتاعت كارتي. اول حاجة انا اشتريت دي اونلاين، بصوا بقى شكلها كده من جوه، بصوا ده كده حجمها ب 30 جنيه، تمام، خازوق عادي، ده كده خازوق. استنوا بس احط العلبة دي كده اها، بصوا ده كده حجمهم، انا اقرب لكم حجمهم قد عيني بامانة، حجمهم قد عيني، بصوا الحجم عامل ازاي، بصوا بجد يعني شايفين ايه الحجم ده، ده ايه السايز ده بجد، تمام. فكنا من الحجم، ندخل بقى اللي جوه. بص الليب بالم فيها زي جليتر كده غريب، دي اول حاجه، بصوا استنوا بس، ومن تحت برضو لو ملاحظين في جليتر كده، مش عارفه اقول لكم ازاي، بس هو بجد في جليتر كده غريب. مشكلتهم ايه بقى، فيهم كحول، حرفيا معمولين من كحول وبس. الليب بالم ما بترطبش، بتسيب ملمس استيكي كده مقرف، انا بكره بقى الليب بالم دي اللي هي تسيب ملمس استيكي كده، او اللي هو الملمس الملزه ده انا بكرهه. طيب الليب سكراب بقى، عايزه بقى اضحككم بامانه، جد هضحككم، جيت اجربه من كام يوم، قلت اعمل سكراب عادي شفايفي كده بسيط، الزيت او السمنه، السمنه اللي هي في المطبخ عندنا، اما تقع كده على ايديك وتيجي تغسلي ايدك بالميه، مش بتلاقوا الميه يا جدعان بتتزحلق كده، وتحسي ان ملمس الزيت او السمنه لسه موجود اهو، هو ده بأمانة انا طلعته من بقي بالعافية. لو شفتوه اوعوا تجيبوه، لان جماعة جايبالكوا برفيوم، لو انتوا بتحبوا البرفيوم التركيب وبتحبوا كده الروائح الحلوة، واي برفيوم على وجه الارض عايزينه، ده اولا صاحبتي بتعمله. البرفيوم ده تركيب بأمانة، مش اعلان لصاحبتي خالص، ده انا اللي جايباه، بس انا حبيت اوريلكوا ان هو بجد تحفة، الثبات حلو قوي، سعرهم تحت ال 100 جنيه، الباكج بتاعتها حلوة قوي وبتهتم بكل التفاصيل، فهبسيب لكم اللينك برضو بتاعها في الديسكريبشن بوكس. والبرفان اللي معايا ده اسمه كريزي لاف، لاي حد عايز يجيبه بجد خطير خطير بأمانة. ريحتها عارفين، هي اولا مش ريحتها شجري ولا ريحتها قويه قوي، هي ريحتها هاديه، لما بترشي وتقعدي كده شويه بتهدى وتبقى ريحتها فظيعه، وبتبقي ماشيه شامه نفسك، بتفضل ثابته بالثلاث اربع ايام، بجد خطيره، وسعرها تحت ال 100 جنيه، فبامانه تستاهل. وبروحوا تحت، هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن بوكس، يبقى ادخلوا عندها، بجد البيج بتاعتها تحفه، وبصراحه زي ما انتم شايفين هي بتهتم قوي بالباكج، ودي احلى حاجه انا بحبها. احلى ليب جلوس انا جربتهم خطار بجد تحفه، ده البراند بتاع كارتييه، وده كده كان شكله، انا اتكلمت عنه قبل كده انا عارفه، بس حبيت اوريه لكم، من الحاجات اللي هي كانت سعرها ب 50 جنيه، بس بجد خطير بامانه، خطير ويستاهل ال 50 جنيه. وبالنسبه لدول، دول انا لسه جايباهم بقى، وده اللي انا حاطه منه، بس هو طبعا اتمسح شويه. ده بتاع شي جلام، اخيرا يا جدعان جبت حاجه من شي جلام. بصوا بقى، انا مش عارفه بقى الدرجات مكتوبه فين، بس عم اعتقد مش مكتوب عليها درجات، دي اول حاجه، يعني انا ما بحبش كده، لازم يبقى يكتبوا يا جدعان الدرجات، بس المهم دول درجتين، دي درجه بني ودي مايله للبينك كده شويه، تحفه تحفه. سعر واحد كان ب 35 جنيه ما بجد، انا كنت فاكره ان هو المضروب وان هو هيكون فيه كحول وكده، بس ما طلعش خالص، ده تحفه. بص عايزه اعمل لكم سواتش عشان تبقوا شايفين الدرجات، بصوا دي الدرجه البني، بصوا فيها جليتري كده شويه، هتلاقوه على فكره في المحلات، وهتلاقوه كمان على الجروبات الاونلاين، بصوا دي الدرجة التانية اهي، اهي بصوا الدرجات، بصوا بقى انتوا ممكن تشوفوه عشان الاضاءة تشوفوه ان هما متقاربين كده مع بعض، لكن لا، اللي فوق دي مايلة للبينكات كده او داخلة للون الموف شوية،
واللي تحت داخله للبني. بصوا بقى على الشفايف، ايه هو يا جدعان ده خطير. اها يا لهوي، تحفة تحفة. إيه دي الدرجة اللي هي مايلة للبينك كده او لون للموف كده شوية. بصوا استنوا، شكلي حلو، شكلي تحفة. بصوا كده يا جدعان، ده خطير بجد، درجة فظيعة تحفة. بفكر ان انا انزل اجيب درجات تانية اوريكم بقية الدرجات. لو حابين اكتبوا لي تحت في الكومنتات، ممكن انزل اجيب بقية الدرجات لو عاجبكم. بصوا اللون، يا لهوي يا جدعان بجد فظيع. انا بعشق الليب جروس يا جدعان، بيرطب الشفايف حلو قوي، مش بيلزق، مفهوش كحول، ودي احلى 35 جنيه حلال الواحد دفعها. فاكرين الليب بالم بتاعت ايفون اللي هي دي شكلها، اللي هي من كولر تريند، اللي هي دي بصوا حرفيا انا واكلاها اهي. بصوا فاضل منها قد ايه فين. بص اصلا عايزه اعمل لكم برده سواتش عشان اوريكم الدرجه بتاعتها بتبقى عامله ازاي. بصوا درجه البينك عامله ازاي، تحفه، والجلوس بتاعها خطير وترطيبها تحفه. اسكت، لا ما اسكتش، لازم نجيب واحده تانية. رحت قلت لماما تجيب لي اللي هي بالكاندي. بصوا بصراحه لسه متسلتبه، وانا مش هين عليا افتحها، بس افتحها معاكم علشان عايزه اشوف. بس كده. بصوا اللون ده، لا مش زي الاحمر خالص، لا ده في فرق كبير جدا. بصوا استنوا، هي اللي معايا احمر والجديده بينك كده شويه. بصوا شايفين الفرق، يا لهوي يا جدعان حته فوز. على فكره هي مديه بينك كده خفيف وجلوسي في نفس الوقت. بصوا استنى، اهو شايفين اللمعه. بصوا هبقى اجربها على شفايفي انا، لان انا بصراحه مش همسح اللي على بقي ده، لان انا بجد معجبه بيه خالص، معجبه بيه جدا. استنوا نقفلهم كده عشان ما يبوظوش. فالمهم يا جدعان، دي ب 50 جنيه، واحلى 50 جنيه ممكن تدفعوها، وحجمها صغير بس ما يغركوش بامانه، كبيره جدا وبتقعد معاكم وقت طويل قوي. انا جبت منه تاني لان هو بجد خطير، احلى 25 جنيه ممكن تدفعوه في حياتكم، بجد تحفه في الترطيب ومليان سيرم بطريقه مش طبيعيه. بس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تكونوا اتبسطتوا زي بجد ما انا مبسوطه ان انا بصور لكم الفتره دي. ولو عندكم اي سؤال اكتبوا لي تحت في الكومنتات، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. باي باي.